أطلقت محرك بحث معجمي يحتوي على أضخم قاعدة بيانات لغوية، يتيح للباحث استرجاع ترجمات ومترادفات وتعريفات من 150 معجم. بدنا نعرف أكثر عن هذا الموضوع تفاصيله، وهو يعني بنقدر نقول كمان عنه هو الأنتولوجيا العربية. كل هاي التفاصيل رح تكون مع الدكتور مصطفى جرار، هو المدير والباحث الرئيسي للمشروع. صباح الخيرات. صباح الخير، كيف الحال؟ تمام الحمد لله، كيف أصبحت دكتور؟ الله يسلمكم. تمام، صباح أهلا وسهلا لجميع المستمعين. أهلا وسهلا. يعني بالبداية دكتور، لو نحكي أكثر عن هذا المشروع، مشروع الأنتولوجيا العربية، من وين إجت الفكرة؟ يعني أول شيء نحب نشكركم لاهتمامكم في هذا الموضوع واهتمامكم في البحث العلمي، لأنه عادة يعني مش كل وسائل الإعلام تهتم في نتائج البحث العلمي. هذا واجبنا أكيد دكتور. مشروعنا كان أنه يعني بدايته كانت أنه ما في مصادر لغوية كافية للغة العربية، بيلجأ العرب والطلاب تحديدا لاستخدام مترجمات آلية لترجمة الكلمات، وهذه المترجمات الآلية عادة زي جوجل، هذه مترجمات إحصائية وما فيها معاجم، وبالتالي بتكون ترجماتها غير دقيقة، ومما يشيع طبعا الخطأ بين الناس حتى معرفيا. يعني بقت عملنا من هذا الباب انه نوضع بين يعني ايدين الناس الطلاب الفلسطينيين والعرب عامة مصادر لغوية دقيقة وافضل بكثير، يعني كما ونوعا. فيعني نأمل انه نسد فراغ في هذا العمل، نسد فراغ معرفي بما يخص في الترجمة، او كذلك بالبحث عن المترادفات. يعني مرات الكاتب وهو بيكتب بده كلمة مطرح كلمة بيدور على مترادفات، او بده حتى تعريفات، او بده يسمي ابنه او بنته او الى اخره، فبكون يدور، فبده يكون يلقى مصادر لغوية شاملة. يعني هناك بعض المعاجم، يعني معجم واحد بيكون او اثنين اونلاين، بس ما في للغة العربية، أو حتى بالمناسبة ما في ولا لغة في العالم نعمل لمعاجمها محرك بحث. فإحنا يعني أول ناس نعمل هذا العمل. يعني بدي أقول تجربة جديدة دكتور، وعلى ما يبدو إنها فريدة كمان من نوعها، إنه إحنا الأول بهاي الفكرة وبهذا المشروع. نعم، إحنا الأول عالميا. جميل جدا دكتور. بعد 8 سنوات من العمل على هذا المشروع، يعني مشوار طويل وإنتوا قاعدين عم تشتغلوا عليه بتفكروا فيه، كيف كانت ردود الفعل؟ كيف كانت يعني الناس يوم انطلاق، يوم قررتوا تطلقوا هذا المشروع؟ هو أثناء العمل عليه خلال 8 سنوات يعني الكل كان يحبط لأنه عمل طويل. يعني نعم، في ناس زهقت يمكن. زهقت يعني حتى يعني احد الزملاء من الدول العربيه قال لي هذا كان مشروع من جامعه الدول العربيه، ومن كثر ما هو كبير ما يعني ترددوا انه يسووه. فتتخيليش يعني 8 سنوات، يعني كميه وعدد ضخم جدا من الناس اللي اشتغلوا معي على المشروع، وكانت كلها طباعه يدويه للمعاجم. طبعا احنا ما بنحول المعجم مثلا لنسخه الكترونيه بمعنى انها بس هيك نص مثلا في مايكروسوفت وورد، لا، لازم نخزنها في داتابيس ونعيد يعني بنية التعريفات جميعا حتى تتناسب مع يعني يقدر الحاسوب يفهمها ويسترجعها والى اخره. ردود الافعال بعد الاطلاق كانت بصراحة مهولة، يعني كانت ثقافيا. هو في كمان جانب ثاني مهم كثير لاستخدام محرك البحث او قاعدة البيانات اللي في محرك البحث. انه بنعرف احنا انه تطبيقات الحاسوب اللي بتخص اللغة العربية ضعيفة، يعني اذا المدقق الاملائي ما بيشتغلش صح، اذا حكينا على مع الايفون مع سيري ما بيفهمش علينا بالعربي. كل الأشياء ذات العلاقة باللغة العربية عادة بتكون ضعيفة. والسبب أنه ما في مصادر لغوية محوسبة للغة العربية. فلقينا اهتمام كبير بصراحة من شركات الكمبيوتر اللي معنية تحسن من أداء تطبيقاتها، أنه يعني كمان نزودهم في بعض المصادر اللغوية. نعم جميل جدا. يعني ما بعرف إذا سؤالي بمحله، ولكن يعني شو علاقة الأنتولوجيا اللغة العربية بالمعاجم اللغوية بشكل عام؟
هو سؤالك في محله جدا. أنا أتجنب الحكي عن اللغة العربية لأنه عادة يعني بتكون مش سهل أفسرها يعني إلا للمختصين، ولكن أنا بدي أشير لنقطة إنه مشروع، هم مشروعين منفصلين تماما عن بعض. تماما. يعني مشروع اللي هو حوسبة المعاجم العربية وضعها في محرك بحث معجمي، هذا مشروع، والمشروع الآخر هو مشروع يسمى الأنطولوجيا العربية. وإذا بدي أبسط على الآخر، شيء هي الأنطولوجيا العربية؟ هي منهجية أو طريقة جديدة لتصنيف أو تعريف معاني الكلمات. يعني المعاجم إلها طريقة في التعريف، الأنطولوجيا إلها طريقة جديدة في تعريف، في تعريف المعاني. من كيف منعرف المعاني؟ منعرف المعاني عبر تصنيفها. فإحنا منصنف المعاني إلى أصنافها، مثل يعني على سبيل المثال منصنف المسطحات المائية، منقول مسطح مائي، مش بس منعرفه، لا لازم نصنفه إلى مثلا يابسي و سوري المسطح المائي بيكون مثلا إلى قناة مائية أو مسطح مائي ثابت، والمسطحات المائية لمحيطات وبحار وأنهار وبرك، والبحار إلى بحار مغلقة وبحار مفتوحة وهلم جرة. فهي هي تعريف المعاني عن طريق تصنيفها. وهذه المنهجية هي جديدة بالعلوم، جديدة، وتعتمد بالمناسبة مش فقط يعني المهارات المطلوبة لبناء أنطولوجيا، عادة تكون مهارات فلسفية ومنطق أكثر منها حاسوب ولغة. وبالتالي هذه المنهجية بتتيح يعني تطبيقاتها يعني هي للحاسوب بصراحة. يعني بصير الحاسوب على سبيل المثال إذا بحثنا عن كلمة ما يفهم حرفيا زي الوضع الحالي، فبصير كمان يفهم معناها. فبصير إحنا نسأله سؤال ويفهم معنى الكلمة اللي سألناه عنها. مش فقط الكلمة حرفيا. نعم، جميل جدا يعني دكتور. بالختام، كيف عم بتشوف مستقبل إن شاء الله المشروع لقدام؟ مثلا ممكن يكون تطبيق على الموبايل، وكيف إحنا بنقدر نستخدم هذا المعجم؟ بس مثلا أفوت على جوجل وأحط الأنطولوجيا العربية مثلا؟ هو استخدام الحالي اللي أطلقناه إحنا هو يعني موقع. هو ontology.birzed.edu. هذا الموقع. نعمل عاليا على تطوير كمان يعني تطبيق على الهاتف، لسه ما عملناه لانعدام الموارد عندنا. يعني هذا عمل احنا قمنا الكل اشتغل عليه تطوعا، ما كان ممول من اي حدا للاسف. يعني لضعف امكانياتنا احنا بطيئين شوي. ولكن نعم، يعني سنعمل على اطلاق في المستقبل تطبيق جوال، وحتى ما بده انترنت، هيك المفروض اللي نخطط له. بس حاليا هو بيشتغل على يعني على الموقع. يعني جميل جدا دكتور، كل التوفيق ان شاء الله. الدكتور مصطفى جرار، المدير والباحث الرئيسي لمشروع الأنطولوجيا، شكرا لوجودك معنا اليوم. صباح الخيرات. صباح الخيرات، شكرا كثير. اهلا وسهلا. أهلاً.